النصير وهو أستاذ الهندسة البيئية للمرة الرابعة على التوالي، شرف مصر وتم اختياره كممثل في البرلمان العالمي للبيئة. طبعا احنا شباب كتير مننا مش حاطط البيئة بشكل عام في أولوياته، ولكن احنا يمكن القعدة دي عشان نبتدي نعرفكم انتوا قد ايه غلطانين وقد ايه المفروض ان احنا كلنا نبتدي نتحرك بشكل ايجابي وبشكل مدروس. ويمكن الدكتور هو يبتدي يعني يعرفنا اكتر. حضرتك منور يا دكتور وشكرا لوجودك معانا. اهلا وسهلا، انا اتشرفت بوجودي معاكم، وربنا يرجع لمصر شبابها تاني ان شاء الله باذن الله. معانا في عز الشباب ان شاء الله. الله يخليك دكتور. في البدايه كده قبل بس ما نتكلم عن مشاركه حضرتك في البرلمان، عايزين نعرف الاول ايه هو برلمان البيئه العالمي. هو البرلمان البيئه العالمي ده اتوجد في ظل الاحداث اللي حاصله للكره الارضيه. انا طبعا هقول لكم حاجات وحشه، معلش اعذروني شويه، احنا عايزين طبعا نفرفش كلنا بالزبط. لكن هقول لكم حقيقه، وده عنوان البحث بتاعي في البرلمان المره الرابعه اللي انا طالع كمان يومين، يعني يوم الثلاث بالظبط. العنوان هو الحقيقه وافكار جديده. فانا هقول لكم على الحقيقه الاول. تمام. وبعدين نتكلم نبقى اوبتيمستيك شويه وربنا يرجع التفاؤل لينا تاني. اول حاجه، الكره الارضيه بتعاني. يعني الكره الارضيه بتعاني حاليا معاناه قويه، وعلى راسها الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري ده عامل زي الصوبه، فبيزود درجات حراره الارض ما بتطلعش تاني، فالجبال التلج بتسيح، ومخلوقات كتير على الكره الارضيه هتنقرض. فالحاجات دي كلها احنا لازم يجتمع العالم كله. وسببها التلوث البيئي او جزء من العوامل اللي فيها التلوث البيئي، ولا هي ده شيء طبيعي؟ هو التلوث، كلمه التلوث البيئي ليها مصادر عده طبعا. لكن الاحتباس الحراري بالاخص هو الغازات اللي بتطلع من الوقود الاحفوري اللي هو البترول والفحم. فده اللي هو بيخلي السي او 2 ينتشر، والسي او 2 ده بيعمل زي كفر كده للكره الارضيه، فبيزود درجة حرارة الأرض، ودي مشكلة كبيرة جدا العالم كله دلوقتي بيجتمع علشانها. وبننسى لما نروح الناشوناليتي، معلش اعذروني، أنا طبعا عارف إن أنا مصري ودايما هبقى مصري، لكن بنتكلم على الكرة الأرضية بصفة عامة واحتياجات كل دولة على حدة بصفة خاصة، كل واحد بيقول إيه اللي أحسن حاجة بالنسبة له. الحاجات الوحشه انا هنبتدي بيها وبعدين ننتهي بالحاجات الكويسه. اول حاجه حضرتك قلت الاحتباس. بالظبط. طب دكتور معلش برضو، يعني يمكن يعني على علمنا احنا اللي هو بالنسبه لحضرتك يعني قليل، كنا زمان بنتكلم مثلا في المدارس، بنتكلم لحد فتره قريبه بنتكلم على ثقب الاوزون، يعني نقول مثلا يا جماعه بلاش الدخان الكتير عشان خاطر ثقب الاوزون عمال يتسع وعندنا مصيبه، وبعد كده اشعاعات. كان ده فكرنا بس المحدود عن الاوزون، ثقب الاوزون، لكن حضرتك دلوقتي فاجئتنا وكانت عندنا ان خلاص بقى ثقب الاوزون بقى يعني شيء مهمش بالنسبه للاحتباس الحراري. طب فين طيب المشاكل الاخرى الموجوده في البيئه؟ هو مش مهمش قوي، لكن هو ثقب الاوزون وجد طريقه للحل. لان حله يمكن ان يكون في فتره قليله، بخلاف الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري لو منعنا غازات الاحتباس الحراري دلوقتي هناخد ايجز او قرون عقبال ما تنتهي هذه الظاهره. قرون. بالظبط كده. طب ومن هنا لغايه لما القرون دي توصل، هل هتفضل الحراره بتزيد؟ هي هتفضل تزيد، بس الزياده اللي هتزيد هتقل بالتدريج الى ان تصل للدرجه الطبيعيه اللي المفروض تكون عليها الارض. لكن ثقب الاوزون عملوا اتفاقيات، والغازات اللي هي بتتفاعل مع الاوزون ده منها الفريون، او يعني نوع معين من انواع بالظبط كده، والغازات اللي هي بتاعت السبراي والحاجات دي كلها. دي من ضمن الحاجات اللي هي الـ الوحشه. وعشان كده العالم النهارده بالصدفه وانا معاكم، يعني الساعه 8:30 ل 9:30 هيطفوا النور في العالم كله على كل المعالم السياحيه لمده ساعه، علشان الناس تحس ان في مشكله، وان في المشكله دي ان احنا لازم كلنا نشارك فيها. تمام دكتور، ده من ناحيه الاحتباس الحراري. هل احنا كمصر، يعني لو هتكلم بالتحديات اللي عندنا احنا، هل احنا جزء منها؟ طبعا اكيد الاحتباس الحراري، ولا احنا في مصر ما نحسش بالموضوع ده قوي؟
لا احنا طبعا في مصر هنحس لكن هنأثر سواء بالإيجاب أو بالسلب في هذا الموضوع ده ضعيف جدا. يعني مصر ليها تأثير كأي دولة في الكرة الأرضية، لكن إن احنا هنحس بالموضوع بنحس. أنت النهاردة بنحس في اختلاف درجات الحرارة في بعض الأوقات، في الشتاء نلاقي صيف وفي بعض الأوقات في الصيف بنلاقي مطر، في حاجات تغيرات مناخية بتحدث من ضمن الحاجات المهمة بقى إنه جبال التلج لما هتسيح هيرتفع منسوب البحر، فمنسوب البحر ده ممكن يؤدي إلى غرق جزء من الدلتا الساحلية. إحنا طبعا أقل كثيرا من جزر في المحيطات هتختفي. من الممكن أن تختفي طبعا. فدي من الحاجات الوحشة سلبية. هزيد لك حتة كمان بس علشان نخلص من الحاجات الوحشة. إنه الأمم المتحدة النهاردة برضو طلعت تحذير إنه في عام 2030 نص سكان الكرة الأرضية هيعانوا من نقص المياه. فيبقى المية من ضمن الحاجات المهمة طبعا. اللي احنا لازم هنفكر فيها. وعلى فكرة ظاهرة الاحتباس الحراري من الممكن ان يكون تأثيرها كمان على نقص مياه النيل. واحنا اوريدي بنعاني من هذا، ده بخلاف السدود طبعا اللي بتتبخر مش بيضهض بتبني خلاص دلوقتي. بخلاف طبعا السدود اللي هي موجوده. لا يعني ده هل عشان الميه بتتبخر وبالتالي بتقل، ولا يعني اللي هو احتباس الحراري مع الميه بتتبخر وفي مناطق كبيره من العالم هتتصحر. يعني ظاهره التصحر دي هتبقى منتشره بغض النظر عن انقراض حيوانات كثيره، لكن ظاهرة التصحر هتنتشر. وبالتالي في يعني سكيري كده فيجن موجودة، والبرلمان العالمي عشان كده بيناقشوا المواضيع دلوقتي بطريقة جدية جدا في كل القرارات اللي أتمنى إن هي تكون قرارات عالمية، وإن يكون الأمم المتحدة ليها تأثير فعال في إن هي تنفذ هذه القرارات. دي آخر الحاجات السلبية ولا عندنا حاجة؟ في حتة سلبية صغيرة بس اللي هي الطاقة النووية. الطاقة النووية كلنا طبعا عايزين طاقة جديدة وعايزين نبقى منافسين لدول مجاورة والحاجات دي كلها. أنا بصراحة عندي تحفظات كثيرة على هذا الموضوع، لأن مصر وفي ظل عدم استقرار سياسي، والعدم الاستقرار السياسي ده جايز يؤدي لعدم استقرار أمني، وبالتالي ممكن تحدث أي حاجة. فبالتالي أنا عندي تحذيرات عليها، والأمثلة عندنا اليابان اللي هي في قمة التكنولوجيا ما وقفتش قدام إعصار وحصل لهم تلوث كبير قوي من كام شهر، وأمريكا ده بخلاف تشيرنوبل اللي هو في الاتحاد السوفيتي في محطة صغيرة فرقعت في أمريكا برضو. فالحاجات دي كلها في جزء كبير من أوروبا وعلى رأسها ألمانيا دلوقتي ابتدت تفكر في الموضوع بطريقة جدية وعايزين يلغوا الطاقة النووية. الحاجات الحلوة بقى هي الطاقة البديلة. وده بقى اللي احنا نتكلم عليه لو انتوا عايزين. يلا بينا نبداها على طول مع حضرتك بالطاقه الشمسيه. ادينا في الاجابه يا دكتور على طول. يلا اول حاجه الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه طبعا احنا مصر يعني الشمس عميانه يعني، ولغايه دلوقتي احنا ما تغيب ابدا يا رب. احنا بمجرد ان احنا بننشف بيها الغسيل، يعني حرام ان احنا يبقى عندنا الشمس دي كلها نستغلها في الغسيل بس. ونستغلها في الغسيل بس. الطاقه الشمسيه بقى انا هديكم عده امثله على استخدامها. يعني كل الناس لما تيجي تقول لك طاقه شمسيه يقول لك اصل السيليكون ولسه ارتفاعه ارتفاع ثمنه فغالي علينا، وبالتالي بالمقارنه لايه؟ للبترول طبعا اللي هو متواجد في ارضنا ومتواجد في كل دول الشرق الاوسط او الوطن العربي. البدائل بقى في هذا ليها كذا اورتيرناتيف لاستخدام الطاقه الشمسيه. اول حاجه احنا قلنا السيليكون، في حاجات تانية كتير. يعني مثلا بلاش خالص فوتو سيلز اللي هي السيليكون. السيليكون دي عباره عن خلايا لما تسقط عليها الشمس بتروح ناطره الكترون سالب والكترون موجب، فبالتالي بتولد طاقه كهربائيه. لكن انا رتبت الموضوع ده خالص وعملت مرايات. المرايات دي مقعره واجي في النص على صحراء كبيره، اجي في النص اروح عامل تاور، والتاور ده فيه بويلر من سائل معين، هركز الشمس كلها عليه، هتغلي الميه احطها على مولدات هتطلع لي كهرباء. طيب اللي بعدها لو انا جبت صوبه
كبيره خالص في صحراء الصحراء. طبعا انا بكلمكم على الصحراء لان احنا ما عندناش اكتر منها. لو جبت صوبه كبيره خالص كده اهون ورحت جاي في النص وعملتها بميل بسيط وجيت في النص ورحت عامل برج كده وفي اخره مروحه، المي الهواء السخن بيطلع فوق. فالهواء السخن هيمشي في الصوبه دي بالميل هيخش على الطور يطلع فوق يروح مشغل المروحه على جنريتور اخدها والد بيها كهرباء. هل دي طرق يعني تم تنفيذها ولا دي حضرتك لسه اقتراحات شايفينها المفروض اللي انا لسه قايلها قبليها اللي هي المرايات كاليفورنيا واماكن كتيره في امريكا عاملينها. الصوبه دي معموله بس يعني على سكيل صغير لسه شويه. طب دكتور معلش، الطاقات المتجدده دي او الطاقات الجديده اللي هي لسه ان شاء الله في مصر نبتدي نستخدمها، حضرتك هتتكلم عليها في البرلمان ولا حضرتك رايح البرلمان تتجدد هتتكلم على حاجات ثانيه؟ هو انا دي زي ما انت قلت المره الرابعه اللي انا طالع فيها البرلمان وكان في ابحاث ثانيه كتير، لكن البحث عنوانه النهارده الحقيقه وافكار جديده. الابحاث ده هتكلم عليه لكن كان عندي ابحاث اخرى ودي برضه هذكرها لكم. بس انا عايز اخلص حته الطاقه الشمسيه دي لانها في افكار لسه، انا لسه جاي من مركز القومي للبحوث عشان كده انا جاي لكم بالبادج اهو لان كنت بعمل برزنتيشن لسه في المركز القومي للبحوث طازه. المؤتمر كان عن النانو تكنولوجي، والنانو تكنولوجي هيخش في البيئه بطريقه قويه جدا. من ضمن الحاجات الجميله ان هو ان احنا نقدر نعمل بالنانو تكنولوجي شيتس زي البلاستيك كده ولا تحتاج بقى ستاندز وحاجات كده، واروح جاي في الصحراء واروح فارد الشيتس دي كلها وفي الاخر واخد سلك يطلع كهرباء. يعني اجيب بكر شيت كده واحطه هيطلع كهرباء. الحاجه الاقوى بقى اروح جايب سائل والسائل ده ادهنه على اي ابلكيشن، ادهنه على مبنى والمبنى هيبقى مكتفي ذاتيا بانه يطلع كهرباء. بس دي لسه ما بقتش كوميرشال، يعني الحاجات دي لسه ما بقتش تجاريه ان احنا نعملها. دي كلها انا بقول لك فيجنز موجوده الناس دلوقتي العلماء فكروا فيها وابتدوا يشتغلوا عليها، لان النانو تكنولوجي يعني ده هيبقى علم اللي جاي كله، ده بخلاف ان هو في حاجه اسمها الستيم سيلز دي في الطب. دول من العلمين القويين جدا اللي هيغيروا شكل الحياه على الكره الارضيه. فدي من الحاجات الجديده. بس انت كنت بتسال على البرلمان انت حضرتك على مشاركتك في البرلمان. مشاركتي في البرلمان ان هي افكار جديده و من ضمن الافكار الجديده. وفي فكره طبعا كانت مهمه جدا في امريكا بيتكلموا دلوقتي على حاجه اسمها البايوفيول اللي هو الوقود الحيوي. ليه؟ لان احنا خلاص احنا عايزين حاجه من الاثنين، يا اما البترول هيخلص من نفسه ويريحنا بقى ونستريح منه، يا اما هيبتدوا يتخذوا قرارات ان يحدوا من انتاج. طيب البديل ايه؟ من ضمن البدائل البايو فيول اللي هو الوقود الحيوي. الوقود الحيوي ده للاسف لا زالت اوروبا وامريكا بيستخدموا فيه نباتات احنا بناكلها زي القمح والذره وغيره. فبالتالي لما هم هيتوسعوا في انتاج الحاجات دي واحنا لغايه دلوقتي لسه ما انتجناهاش فيبقى اسعارها هتزيد علينا وعلى الدول الفقيره كلها في العالم. فالفكره الجديده والفكره دي الحقيقه انا لان كان عندي مؤتمر مع دول عدم الانحياز في تركيا فلقيت الفكره دي مع في بعض العلماء فابتديت اطورها وافهمها اكتر، وهي في كلمه سر اسمها الهالوفايد. الهالوفايز دي نباتات بتطلع في الصحراء مش محتاجة تربة خصبة زي الدلتا بتاعتنا. يعني بالتالي أنا مش هقطع من الدلتا دي أول حاجة، وبعدين أرويها بمية بحر يعني مش محتاج نيل. تمام. لو توسعت في هذه النباتات في الصحراء الغربية هنتج هذه النباتات، اصدر النباتات دي يعملوا منها بايو فيول واخد منهم قمح وذرة. حلو ده طبعا. يعني حل جميل جدا، والحل ده الحقيقه لقى ابريشيشن في امريكا لانه كان بالنسبه لبعض العلماء اللي كانوا في البرلمان العالمي للبيئه الهالوفايت دي بالنسبه لهم حاجه جديده لان هم ما عندهمش صحراء وما عندهمش ميه مالحه، ميه الامطار مغرقه الدنيا والارض تربه خصبه اوريدي.
فلو هو استخدم هذا الموضوع هيبقى كويس قوي. دكتور يعني معلش احنا بنعتذر لك ان الوقت جري معانا كتير جدا واحنا لسه في توبكس كتير كنا عايزين نتكلم فيها ومواضيع كتيره، ولكن يعني احنا فاخيرا بس انا كنت عايز اعرف من حضرتك لو تقول لنا كنقاط ايه الحاجات الايجابيه تاني اللي احنا نقدر نشتغل عليها. بس في حاجه ايجابيه حلوه قوي، انا قلت لك الميه لما هتسيح تلج في التلج هيزود ارتفاع مستوى البحر. طب انا ممكن استغل الحته دي، يعني الناس انا سمعت ان في تفكيرات عليها، لو انا خدت الميه الزياده ودخلتها في حته بقى عندي اسمها منخفض القطاره. منخفض القطاره دون لو دخلت الميه هتدخل تقريبا بنفس مستواها وتنزل على منخفض عالي، ازوق اعمل بيها توربينات كهرباء وولد بيها كهرباء، وفي نفس الوقت اروح مستخدمها في استصلاح الارض بالهالوفايت او زراعه النباتات دي. دي فكره من الافكار الجيده اللي احنا المفروض نفكر فيها. جدا لوجودك معانا وان شاء الله بالتوفيق في البرلمان، ويعني يا ريت لو نقدر نبقى نقعد مع حضرتك اكتر من مره بحيث ان احنا نخلي الشباب تقعد تفكر، لان حضرتك قلت افكار كتير اعتقد ممكن الشباب تبتدي تفكر انها تسعى لها ما دام احنا لسه عندنا زي ما تقول صحراء كتير واراضي كتيره، عايزين بس الايد العامله والافكار زي اللي عند حضرتك عشان نبتدي ننفذها ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور. الله يخليك، انا المتشكر ليكوا، وربنا يجعل مصر شباب بيكوا، وان شاء الله نبقى احسن من اللي احنا ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يوفقك يا دكتور رب ان شاء الله، ويا ريت كل الناس تفكر بعقليه الدكتور ده، يعني بجد حاجه مشرفه جدا جدا، ونموذج يا رب دايما كده يعني يشرفنا دايما خارج مصر وداخل مصر. يا جماعه خليكم معانا لسه كمان فقرتنا في عز الشباب، والفقره الجايه هتكون مع مسرح عز الشباب. فاصل نرجع.